ثم أما بعد، فيقول الله جل وعلا: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الآية، نقف عند هذين المعلمين الكبيرين بعدما بينا أحوال المؤمن في سيره إلى الله جل وعلا من قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، إلى آخر الآيات مما ورد من الجهل بالله لدى المشركين من بني إسرائيل وممن والاهم على عقيدة التثليث واتخاذ الله ولدا سبحانه، وما يقع بقلب العبد المؤمن من تعظيم لله جل وعلا. فالمؤمن إذن حينما يقرأ قول الله جل وعلا: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون، حينما يقرأ مثل هذه الآيات مما ورد في كتاب الله جل وعلا يقع بقلبه رهب ورهبة وخوف من الله سبحانه وتعالى. والمفسرون اختلفوا في صفة الذين لا يعلمون من هم، وقال الذين لا يعلمون. الإمام الطبري رحمه الله كما هو في مختصره وفي أصله يرجح أنهم النصارى الذين تابعوا اليهود في قولهم لولا يكلمنا الله، لأن اليهود أي يهود بني إسرائيل فعلا قالوا لموسى أرنا الله جهرة وطلبوا أن يسمعوا كلام الله جل وعلا، كل ذلك حصل. فجعل الإمام الطبري رحمه الله أن النصارى الذين جاءوا بعد أتباع موسى أي أتباع عيسى عليه السلام وكلهم من بني إسرائيل في الأصل هم الذين قالوا هذا الكلام، لكن غالب المفسرين يرون أن الذين لا يعلمون إنما هم مشركو العرب، وقال الذين لا يعلمون أي مشركو العرب، لأنهم هم الذين كانت عليهم الأمية فما كانوا يعلمون شيئا، وحينما سمعوا كلام رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله ويتلو القرآن قالوا لولا يكلمون الله أو تاتينا آية، يقصدون بالآية دليل مادي، يعني أن يروه يرقى في السماء أو تكون له جنة من زخرف أو ما يعني تخيلوا من الخيالات التي حكاها القرآن الكريم من الآيات المادية، أو تاتينا آية أي آية دليل مادي. الله جل وعلا رد عليهم قال: كذلك قال الذين من قبلهم من اليهود والنصارى تشابهت قلوبهم في الكفر بالله والجهل بالله، رغم أن اليهود والنصارى هم أهل كتاب ومعهم حظ من العلم ونصيب من العلم، إلا أن الله جل وعلا أعمى قلوبهم عن الحق فتساووا مع الأميين الجهال الذين لم ينزل فيهم كتاب ولا علم لهم إطلاقا بالغيب وبعالم الغيب وبأصل الرسالات وقضية الدين والتوحيد، مما كان بعض منه عند اليهود والنصارى في ذلك الزمان وقبل ذلك الزمان. العبرة من هذا كله، والمفسرون يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سواء قصد بالذين لا يعلمون النصارى أو قصد بهم جهال العرب من الأميين، القرآن ما نزل لينحبس في التاريخ، القرآن كتاب لا تاريخي، وأعني بهذه العبارة لا تاريخي أي أنه غير مقيد بقيود الزمان، والتاريخ إنما هو الزمان، لا وجود للتاريخ خارج الزمان، بينما القرآن فوق الزمان بل وفوق المكان، لأن الذي تكلم بالقرآن رب الزمان والمكان، ولهذا أيما زمان حل فيه القرآن وافقه ووجد مناطاته تتحقق في آحاد الناس وجماعاتهم، بمعنى أن الكلمات القرآنية إذا نزلتها على أي واقع وجدتها صادقة واقعة. ونحن سنأخذ القرآن بهذا المنهج كما سلف عهدنا في هذه المجالس، لأن القرآن وجب أن يقرأه كل إنسان لزمانه ولعصره. نعم، استفيد من العصور السابقة لا شك في ذلك لتبين المعنى الأصلي والسياق الأصلي، ولكن يجب أن يجعل الآيات تخاطبه هو في نفسه وفي بيئته وفي عصره وفي ظروفه الحاضرة.
فالذين لا يعلمون ها هنا نأخذ منهم أيضا زيادة على ما قيل، الذين لا يعلمون، الذين لا يعلمون حق الله وقدر الله وما لله من جلال وجمال وعظمة وكبرياء سبحانه. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. فليكن هذا الذي يقول هذا الكلام يعني عبقريا في أي مادة من مواد العلم، من سواء كانت مواد الشريعة أو مواد الطبيعة، علوم الطبيعة من كيمياء فيزياء طب ما شئت، ما من شخص ينطق بمثل هذا الكلام إلا وهو ينسحب عليه قول الله جل وعلا وقال الذين لا يعلمون، لأن أخذنا من قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء على منهاج المفسرين أنهم العلماء بالله. وقد يعلم الإنسان حقائق من الطبيعة أو الشريعة وتكون عليه تلك الحقائق عما فلا يبصر شيئا، ويكون حد نظره وبصيرته ما يرى بعينه أو بمختبره أو بمسباره، لا يتعدى ذلك إلى استكشاف بواطن الحقائق والأشياء، فيكون هو والأعمى أعمى البصيرة سواء. ولذلك قد تجد عالم شريعة فاجرا لا يخشى الله، فلا يدخل في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء لأنه ليس من العلماء بهذا المعنى القرآني. ولذلك ليس كل من كسب معرفة بعالم فهو إن جاهل حقيقة الوجود ومنطلقه جاهل، إن جاهل مآله ومصيره وأنكر حقائق البعث والنشور جاهل. ويدخل في قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون، لا يعلمون. ولذلك حينما علم الجهال ما علموا قال الله في حقهم ذلك مبلغهم من العلم، علم محدود، علم مسدود كسدود الحجر والحديد وما يحجب الرؤية العميقة البعيدة. هذا الكون المادي إن هو إلا غشاء، إن هو إلا حجاب، حجاب رغم شساعته وبعده المهول الضارب في المجهول مما تبين لإنسان هذا الزمان عبر ما أعلمه الله جل وعلا من علوم العصر الفلكية والفيزيائية وما شبه ذلك. كل هذا إن هو إلا حجاب عن الحقيقة التي تختفي وراء ذلك والتي لا تصل عبر هذه الأدوات، وإنما تصل عبر علم آخر اسمه الوحي. فمن أنصت إلى الوحي وألقى سمعه واستحضر قلبه وشهاده سمع خطاب الله جل وعلا يتنزل على وجدانه وشعر بالعظمة، عظمة القرآن الكريم وعظمة المتكلم بالقرآن الكريم أنه محيط بكل هذا الذي يتحدث عنه العقل البشري اليوم من العلم، فيصبح آنئذ كل العلم البشري لا يساوي ولا ذرة فيما يتيحه لك القرآن الكريم من مجالات العلم، علم الغيب الواسع الممتد الذي يقف العبد إزاءه حائرا، حيرة، حيرة المؤمن، هنالك حيرة تقع للمؤمن لا حيرة الوجوديين التائهين، ولكنها حيرة المؤمن الذي يعجب من خلق الله ومن أمر الله. وللمؤمن أن يعجب من أمر الله، لا عجب إنكار كما ورد أتعجبين من أمر الله لأنها يعني زوجة إبراهيم، لأنها تعجبت كيف يخلق الله جل وعلا بشرا من امرأة عاقر عجوز ورجل عاقر عجوز، أتعجبين من أمر الله. لكن المؤمن إذا تدبر حقائق الكون ورأى التحولات الكونية الكبرى وكيف نشأ هذا الكون وانطلق يصاب بالفزع ويصاب بحيرة إيمانية لا أقول وجودية عبثية، وذلك موجود في القرآن الكريم ووصف الله به رسوله سيدنا محمدا بن عبد الله وهو أول العابدين، وهو أول العابدين عليه الصلاة والسلام، فقال في حقه بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكر. عجب، وفعلا لا يملك المؤمن المتدبر لأمر الكون إلا أن يعجب عجبا بهار، عجب تسليم، عجب تعظيم لمقام الرب العظيم سبحانه. وهذا يورث الخشية، العبد آنئذ يدرك حجمه، ذرة ضئيلة ضئيلة لا تكاد تشعر بوجودها. يعني الإنسان من اللي كيدخل في تأمل الكون والخلائق والكائنات ويشوف من وراء هذا الشيء العظمة الإلهية يجد نفسه يفنى،
قلت القرص كذوب كذوب حتى لا تكاد تشعر بوجود كلب التاء بسبب هذا النظر الذي أتاحه لك القرآن. ولولا القرآن لما ذقته ولا ما رأيته، لأن علوم المادة كتخليك حاصل في المادة. سبحان الله العظيم، لما الإنسان كيبدا يشوف ديك البرامج ديال يعني البرامج الكونية اللي كتتعلق بعالم الفيزياء وعالم الفلك، رغم ما فيها من دقة المعلومات ومن عظمة المشاهدات حقيقة تبهر القلب، ولكن سبحان الله العظيم تصيب الإنسان بالغمة وبالظلمة، لأنه كيبداو يبحثوا يعني في أصل الكون وكيف انفجرت الكائنات والانفجار الأول والغبار والسدم الذي تجمع فكون الأرض، يعني كيعطيك معلومات حقيقة ولكنها في نهاية المطاف يعني مسدودة، كيخليك دائما بين الغبار والحجر والتكوين والإنشاء المادي المحض، لا ترى خلال ذلك يد الغيب إطلاقا. فهذه المعلومات لا تعطي للإنسان سكينة ولا راحة ولا طمأنينة، بينما القرآن كيعرض لك هذه المعلومات بأوضح ما يكون البيان، بأوضح ما يكون البيان، لكن بصفاء تام وبترتيب منطقي، بترتيب فعلا تجد فيه راحة القلب وسكينة الوجدان، وتجد فيه الأنس لا تجد فيه الوحشة. تخيل راسك داخل في هذاك العروض اللي يعطيه الأفلام الوثائقية، يعني في مراحل الجليدية للأرض، أو يعني في مراحل ما قبل تكوين الأرض من عالم الظلمات وعالم السدم وعالم الغبار المتناثر، كيجيك الخوف وتجيك الوحشة ويجيك القنط، يعني فيه نوع من الغمة والظلمة. كي سبحان الله العظيم القرآن كيعطيك المنهج لإنشاء التكوين بإنارات، يعني لأنه كتشوف المقاصد، لأن المنظر الآخر المادي كتشوف فيه العبث، يعني هذا الحجر كان هنا آلاف بالملايير السنوات وهو يتجمع وتكون وغادي يعود يتزربع، يعني العبث ما يعطيش نهائيا فائدة إطلاقا ولا حكمة. كتشعر بأن هذا الشيء يعني واحد نوع من الصدفة ونوع من العمى، نوع من العمى نشأ عنه هذا الكوكب الذي هو الأرض، ونشأت عنه قبل ذلك وبعد ذلك ملايير المجرات والكواكب والنجوم، يعني أليس هنالك يعني حكمة في هذا؟ أليس هنالك ترتيب؟ القرآن سبحان الله العظيم يعرض قصة الخلق، خلق الكون، كل الكون عرضا منسقا من ورائه الحكم، ويعرض عليك هذه الحكم ويعرض عليك هذه النعم. وخلق الكون في القرآن خلق وقع تحت نور الله جل وعلا، يعني كتشعر بدفء الرحمة الإلهية وتشعر بجمال الرعاية الإلهية، وأن الخالق كان يخلق سبحانه لغاية ولقصدين، أنت أيها الإنسان منتهاها عند الله جل وعلا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كيقول لنا لكم يا بني آدم، فخلق ما خلق لنا ليبلونا أينا أحسن عملا. قصة الموت والحياة والكون والنشأة والمصير هي قصة ابتلاء واختبار، قصة تحقيق العبودية لله جل وعلا، تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وابتلاء لهذا الإنسان. تجد إذن آنئذ سكينة، وتجد الرحمة، وتجد السبيل، يعني كتوجد طريق من دوز للعلم حينما تقرأ هذه المعلومات التي يعطونها والتي يعرضونها بمنظار القرآن الكريم، تجد نفسك يعني تسلك عبرها بصورة طبيعية، حل هذه الدروبة اللي وضعين تعرفها قبل منهم، فلا تجد حيرة ولا اضطرابا حينما تأخذ نور القرآن ومشعل القرآن ومصباح القرآن تنير به تلك السدم وتلك الظلمات التي يعرضونها. حينما تنير أنت بقلبك أيها المؤمن تلك الظلمات بنور القرآن بنور الآيات، تجد نفسك سالكا المسلك بيسر، بديع السماوات والأرض، يعني إبداع، والإبداع هو إتقان الصنعة، ما كاين شيء تراب كيتلاقى مع التراب وتكون الأرض، لا، بل هنالك من يكون الأرض. راه يعني مع الأسف يعني عرض العلوم الطبيعية اليوم هو عرض إلحادي، صرحوا بذلك أم لم يصرحوا، يعني غير في المدرسة كنقراو الأرض تدور حول نفسها وتدور حول الشمس، لا، هي لا تدور، هي تدار. أين الفاعل؟ هي الفاعل، لا، ليست فاعلا، تدار فعل مبني للمجهول، مضارع مبني للمجهول، أي أن الله يدير الأرض حول نفسها وحول الشمس، فحينما يوقف دورتها تنتهي وظيفتها.
قالتا أتينا طائعين إيتيا طوعا أو كرها، فإنما الأرض والنجوم والكواكب والمجرات كل ذلك إنما استجاب لأمر الله، كين أمر كوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، انتهى. الكلمة صارت فعلا فيكون، الكلمة ديال كون صارت فعلا فيكون، فصارت هاد كون ترجمة كون دورة الأرض حول نفسها وحول الشمس، ترجمة كون حركة الشمس في مجرتها العليا، كلمة كون حركة الكون كله، حركتك أنت أيها الإنسان، حركة الذرة الضئيلة الساكنة في جسمك، حركة الدم المتدفق في شرايينك، كل شيء ما من سكنة ما من حركة ما من ورقة تسقط من شجرة أو تنبت من غصن شجرة إلا وهو ترجمة فعلية لكلمة الله كن فيكون. بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى، يعني كل له قانتون، يعني الكائنات كلها تستجيب لله، لا شيء يتحرك من تلقاء نفسه، لا شيء يدور لأنه أراد أن يدور، لا شيء يجمد لأنه أراد أن يجمد، ما سكن شيء إلا بأمر الله، وما تحرك شيء إلا بأمر الله. الكون حي، العلوم الطبيعية المعاصرة تعرض لنا كونا ميتا، فإن تحرك فبطريقة ميكانيكية، لا ليس هكذا يعرض القرآن الكون. الكون معروض في القرآن على أنه كائنات حية، نباتها، حيوانها، إنسها، جنها، جمادها حي، ما من جبل، ما من حجر، ما من شجر إلا وهو يسبح الله، إلا وهو يمارس حركة ذاتية داخلية رآها من رآها وعمي عنها من عمي، يستجيب بها هذه الحركة الباطنة دياله، يستجيب بها لأمر الله. فلذلك الكون كل الكون حي، الذرات في الجمادات في الأحياء في الأموات، الذرات كائنات تعبد مولاها، تعبد خالقها، تسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإذا هذا الرب العظيم، هذا النور سبحانه وتعالى. واحد الصحابي سول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، قال له هل رأيت ربك يا محمد عليه الصلاة والسلام، هل رأيت ربك؟ قال أنا أراه نور، يعني منين لي، منين يجيني باش نشوفه، أنا أراه نور. والنور الإلهي الصادر عن ذاته سبحانه وتعالى أقوى من أن تثبت تحته الكائنات، جبال، أشجار، إنسان، كيفما كان. فلو يتجلى نور الله جل وعلا لشيء معناه إفناء ذلك الشيء. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، انتهى الجبل وخر موسى صاعقا. ولذلك أيضا في الحديث، وهو أيضا في صحيح مسلم، حجابه النور، حجاب الله تعالى هو نور، تستر بالنور سبحانه وتعالى، هو نور، نور ذاته لا طاقة، ماشي الإنسان، للكون، نور ذاته جل وعلا سبحانه لا طاقة للكون به، ما يقدرش عليه الكون كله، السماوات، الكواكب، النجوم، المجرات، طبقات العليا، الملأ الأعلى من الملائكة أجمعين، والجن والشياطين والإنسان، كل شيء لا طاقة له بنور الله الصادر عن ذاته سبحانه. وإنما نور الكون هذا الذي يستنير به سائر الكون إن هو إلا قبس مأخوذ من نور هو حجاب الله، وليس نور ذاتي، إنما هو نور الحجاب. في الحديث ذكرت حجابه النور، حجاب الله تعالى النور، فإذن هو نور، تستر بالنور، نور جل وعلا تحجب بالنور عن خلقه، واحتجب عن خلقه بنور. فلو كشف هذا النور الذي هو حجابه ليصدر بعد ذلك عن ذاته نوره الذاتي، معناه فناء العالم في أقل من رمشة عين. ولذلك في تتمة الحديث لو كشفه، أي لو كشف حجابه النوراني هذا، لأحرقت سبحات وجهه كل ما امتد إليه بصره من خلقه. السبحات هي هذه الأشعة، ولله المثل الأعلى،
هكذا قال الإمام النووي في شرح مسلم: هي الأشعة واللآلئ النورانية التي تفيض عن الجسم المنير سبحانه وتعالى عن الشبه، وسبحانه وتعالى عن كل مثال جل وعلا، له المثل الأعلى. فسبحات جمع سبحة، بحال ظلمات جمع ظلمة، تلك الأنوار التي تفيض عن ذاته لو كشف حجابه النوراني لاحترق الكون كله. هذا الرب العظيم الذي لا طاقة للوجدان البشري على تحمل حقائقه وصفاته وأسمائه الحسنى، نؤمن بها كما نزلت في كتاب الله وكما وردت في سنة رسول الله مسلمين، لا مؤولين ولا معطلين، نؤمن هكذا على سبيل التسليم المطلق، لأن العبد الحقيقي لا يملك إلا أن يسلم إذا كان يعرف الله. أما الجهالة وما قدر الله حق قدره، أما الجهالة وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله، أنا يكلمكم الله. يعني شوف هذا بنادم شحال كافر، شحال فيه يعني فعلا الجهل، كم هو جاهل بالله. ولذلك فعلا القول الأصواب في تفسير الآية أن الذين لا يعلمون صفة التجهيل لكل جيل قال مثل هذا الكلام، سواء كانوا من بني إسرائيل ولا كانوا من العرب الأقدمين أو من المعاصرين أو ممن يمكن أن يأتي في المستقبل من المتمردين والشياطين، كل من تجرأ على الذات الإلهية بمثل هذا الكلام يدخل في عموم هذه الآية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تاتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم. الذين من قبلهم في الأمم السالفة، قال الحق جل وعلا: تشابهت قلوبهم في المعصية والتمرد على الله وفي الجهل بالله، لأن هذا ماشي جهل عقلي، هذا جهل قلبي، جهل إيماني. ولذلك قلت قد يكون العالم أو الإنسان عالما علما دنيويا، حتى ولو كان علم شريعة، ما تصورش زعما العلم الدنيوي هو العلم المادي، لا، قد يكون علم الشريعة علما دنيويا، لأن العبرة بالقصد كما في حديث الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته ها هي هجرة، ولكن هناك من هاجر ولكن لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من تعلم علم الشريعة للدنيا فعلمه علم دنيوي، ولو أفتى في قضايا الحلال والحرام ليس بعلم أخروي، لأن العبرة في التصنيف بالقصدي، أنت ماذا تريد، الدنيا أم الآخرة. فلذلك إذا أراد الدنيا ولم يرد بعلمه الله ولا الدار الآخرة دخل في معنى قوله جل وعلا: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم في الجهل بالله، تشابهت قلوبهم في الكفر بالله، قد بينا الآيات لقوم يوقن. يعني الذي يريد حقيقة بالصدق، لأن يعني الله تعالى كيقول لنا سبحانه هادو ماشي يعني راه ما جاتهمش الآيات، ما بغاوش الآيات، أما لو أرادوا الآيات فعلا الآيات واردت، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. فمن قرأ كتاب الله حقا بصدق ويريد أن يصل، رأى وأبصر أن الآيات التي في الكتاب هي أعظم 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 مما يتصورون. هما كيطلبوا شي حاجة سخيفة، الله أعطاهم أعظم من ذلك، بحال نمرود عدو الله الذي ناظر إبراهيم عليه السلام. يعني إبراهيم عليه السلام لما بغى يتناظر ويتحاور مع نمرود جاب له الآيات حقيقة الكبرى، لكن نمرود لم يفهم شيئا، فخفض في مستوى الخطاب ونزل من الآيات العليا إلى الآيات الدنيا. وذلك قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. يعني تأملوا لما قال إبراهيم جاب له الحجة الأولى، قال له الآية دي الله، آية الله أنه يحيي ويميت، الأخر رد عليه قال له أنا أحيي وأميت، إبراهيم ما زادش معه الهضرة. يعني الظاهر اللي شاف الإنسان في الظاهر يقول كأن إبراهيم يعني يسلم له، ورد له عود دليل آخر قال له قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. يعني العقل ديال بنادم غيقول مع مخوه لا كان أولى أن أبطل دعوة، نقول له لا، أنت لا تحيي ولا تميت، علاش ما قالوش هذا الكلام؟
قال أنا أحيي وأميت، ما زادش معاه. قال له إن الله يأتي بالشمس، مش أجاب له دليل آخر. لكون كنت أنا اللي كنت حاور خصني نبقى محن معاه حتى أبطل له دعواه وأبين له أنه لا يحيي ولا يميت. لكن إبراهيم عرف أن هذا الرجل بليد جاهل، مع من كي يتكلم. إذن الرجل أعطاه دليل معنوي، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. جدلوا بالمفاهيم المعنوية الكونية الكبرى، مفهوم الحياة، شكون هي الحياة، مفهوم الموت، ما هي الموت. فهذا لم يفهم شيئا وظن أنه يحدث عن أسباب الحياة وعن أسباب الموت، أو عن لوازم الحياة وعن لوازم الموت. لا أحد يستطيع تعريف الحياة ولا أحد يستطيع تعريف الموت. شكون هي الموت؟ لا أحد يستطيع. كان عرف الموت بالآثار ديالها، أن الجسم إنسانا كان أو حيوانا أو نباتا إذا مات تحلل جسمه. كيف قد مظاهر الحياة مظاهر، ولكن ما نعرفوش الحياة، وإنما لوازم النتائج. لا يتكلم، لا يشرب، لا ينهض، ينقطع نفسه، تتحلل خلاياه وتهجم الجراثيم على جسمه، وإن كان شجرا يابسا وتخمر في التراب وذاب في التراب وصارت معادن الشجرة التراب. كذلك الإنسان تصير معادنه وتتحلل وتصير إلى التراب، والتراب إلى التراب يعود. إيوة، فين بندم اللي كان حي؟ إذن سنقع في مشكلة الغيب، قضية النفس، قضية الروح. إذن لا تعريف للنفس، لا تعريف للروح. إذن لا ندري ما الحياة، ولا أحد يدري ما الحياة، ولا ندري ما الموت، ولا أحد يدري ما الموت. إبراهيم على نيته جاب له المفاهيم قوية، يعني راه بغى يحاجج واحد يدعي الألوهية. قال له ربي الذي يحيي ويميت، لما قال له أنا أحيي وأميت قال صافي هذا مفضي. شنو النتيجة؟ بما أنه إنسان مخه حسي حجري، جاب له الأدلة المادية الحجرية. قال له إن الله يأتي بالشمس، هذاك الكوكب اللي تشوفه بعينك من المشرقي، انت قلبه فاتي بها من المغرب، ثم عد فهم، فبهت الذي كفر. لأنه لما فهم غلب. فعلا صعيب جدا أن تناظر الجاهل، الجاهل يغلبك، لأن لغة التواصل منعدمة. ولهذا إذن قال الله جل وعلا: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية. على ما قد قمش هذا القرآن كيقلبوا على آية يشوفوا الرسول عليه الصلاة والسلام طلع في السماء. الآية الكبرى هي هذا الكلام الكوني الذي يحدث عن الكون من بدء التكوين إلى آخر اللم والجمع إلى الحشر والنشر، بتفاصيل يتحدى بها علوم الإنسان في كل زمان وفي كل مكان، يجيب الدليل العلمي على نقض شيء في هذا القرآن من المفاهيم المعنوية والمفاهيم المادية سواء. بقي القرآن آية معنوية قاضية على المادة، آيات معنوية حاكمة على المادة. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، اللي قرأ فعلا باليقين وكيطلب الحق بصدق، فمن طلب الحق بصدق وجده في القرآن، لأن القرآن كلام الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.